10 yıldır fotoğrafımı çekiyorlar. 10 yıldır. يسعد اوقاتكم اصدقائي واهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد. راح نكون اليوم معكم بجوله من داخل مدينه اسطنبول لنتعرف مع بعض على الاجواء الحاليه في تركيا وفي اسطنبول. راح نتعرف على حاله الطقس اليوم. درجه الحراره اليوم في اسطنبول صباحا 19 درجه مئويه، مساء 14 درجه مئويه. طبعا اليوم سعر الدولار في تركيا من 10.50، وارتفع الدولار بعض الشيء بعد ارتفاع نسبة الفائدة في تركيا 5%. طبعا اليوم نحن في شارع الاستقلال في تقسيم مدينة اسطنبول لنتعرف على الأجواء الحالية. Oh my god! Very, very nice kebab! Yes, please! Oh my god! Okay! Yes, sir! Come on, my friend! Hop! Okay! Chicken? Come on, please. طبعا افضل مكان لاستئجار الاوتيلات في تركيا هو منطقة اكساراي، طبعا بتقسيم اسعار كثير غاليه، لكن في اكساراي اسعار ارخص بعض الشيء لكل العرب القادمين الى تركيا. ننصحكم انكم تروحوا على منطقه اكساراي، اسعار رخيصه جدا. وهي الاجواء الحاليه في تقسيم. هاي الاكل التركي المشهور. سي دو شو با مال نو لا لا هيك تشيز. سعر البليلة
تستنى. ثلاثين ليرة. تمام مراد بتاع تاخذ من شريفة هذا جيلدي ما شاء الله Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. On yıldır fotoğrafımı çekiyorlar. On yıldır. Haydi bakalım.